سرت في عيني انظر من اموال الولد دونها يبرك ضعيف الروابع ويحبي ما مالكنا غير راس جويد ومدتت والله انها اغلى من ابراج شيخ ابو ظبي والله انها اغلى من ابراج شيخ ابو ظبي في مواقف هالقبيلة وفي حل القصيد شاعر ياخذ ويعطي ويبدع ما يبي انفتح له باب عزم مقاضي بحديد واستعان بصادق القول وابليس يهبي واستعان بصادق القول وابليس يهبي اعتماده في البداية على رب العبيد واجمل بيوته صلاة على وجه النبي ينثني من دون ربعه مطوعة العنيد سادة الشيوخ الأكابر ستر سود العبي سادة الشيوخ الأكابر ستر سود العبي سربة من راس ما اشعل تفيد وتستفيد درب شايبهم على الطيب يطرق الصبي سيرت في عيني اوفر من اموال الوليد دونها يبرك ضعيف الروابع ويحبي دونها يبرك ضعيف الروابع ويحبي ما مالكنا غير راس جويد ومدتين والله انها اغلى من ابراج شيخ ابو ظبي اجتماع الشمل هبه وطالف نسدين يا رفيق الجنب تامر وتلقى اللي تبي يا رفيق الجنب تامر وتلقى اللي تبي عادة الليل مش علي لا يصد ولا يحيد وارثه من راس قحطان من قبل النبي عادة الليل مش علي لا يصد ولا يحيد وارثه من راس قحطان من قبل النبي في مواقف هالقبيلة وفي حل القصيد شاعر ياخذ ويعطي ويبدع ما يبي انفتح له باب عزم مقاضي بحديد واستعان بصادق القول وابليس يهبي واستعان بصادق القول وابليس يهبي اعتماده في البداية على رب العبيد واجمل بيوته صلاة على وجه النبي ينثني من دون ربعه مطوعة العنيد سادة الشيوخ الأكابر ستر سود العبي سادة الشيوخ الأكابر ستر سود العبي سربة من راس ما اشعل تفيد وتستفيد درب شايبهم على الطيب يطرق الصبي سيرت في عيني اوفر من اموال الوليد دونها يبرك ضعيف الروابع ويحبي دونها يبرك ضعيف الروابع ويحبي ما مالكنا غير راس جويد ومدتين والله انها اغلى من ابراج شيخ ابو ظبي اجتماع الشمل هبه وطرف ناس يدين يا رفيق الجنب تامر وتلقى اللي تبي يا رفيق الجنب تامر وتلقى اللي تبي عادة الليل مش علي لا يصد ولا يحيد وارثه من راس قحطان من قبل النبي عادة الليل مش علي لا يصد ولا يحيد وارثه من راس قحطان من قبل النبي